بالنسبه لليوزر انفايرمنت بقى او يوزر انفايرمنت، لازم ان احنا نحدد الكاركترستكس بتاعتها هي عباره عن ايه. يعني هل احنا بنتكلم على مثلا او ار اللي هي اوبريتنج روم، ولا هوستل باد يعني اوضه عاديه، ولا الاو بيبقى في البيت، ولا في عربيه اسعاف، ولا ايه بالظبط؟ الكلام ده بيأثر جامد جدا 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 على طريقه استعمال الجهاز. وبنتكلم برضو على ان بعض الاحيان بيبقى يعني ممكن يبقى في عندنا حاجه بنقول عليها دايناميك امبيانت كونديشنز. يعني ممكن في نفس اليوم هو لو انا فرضا عندي مونيتور مثلا ومحطوط في اوضه بتاعت مريض، ممكن مثلا الشمس اللي جايه من الشباك مثلا في اول اليوم تبقى مثلا بعيده عن المونيتور، بس ممكن في اثناء اليوم الشمس دي تيجي وتبقى على شاشه المونيتور او قريبه من شاشه المونيتور، بحيث ان انا ما اقدرش ابقى شايف الشاشه دي بشكل واضح. فدي لازم اخدها في اعتباري عشان احط الكونتراست بتاعي على الشاشه، بحيث ان هو اقدر ان انا في كل وقت من اوقات النهار ان انا اقدر ان انا اشوف الحاجه اللي على الجهاز ده ما يبقاش عندي فيها مشكله. وطبعا الكلام ده كله طبعا بنتكلم على يعني ان نفس الدكتور اللي بيشتغل على نفس الجهاز في اثناء اوقات مختلفه من النهار، لو في اول النهار هو لسه فريش، في نص النهار اما يبقى يعني ابتدى يبقى يعني مجهوده يقل شويه، واخر النهار خالص لما يبقى فاتيجد بقى وستريسد، يعني كل واحده من الاوقات دي برضو بيبقى فيه يعني فاريشن في البرفورمانس مع الجهاز. فلازم ابقى برضو احاول ان انا الاحظ حاجه زي كده، وان انا اسهل عموما الورك فلو في المكنه بتاعتي او في الجهاز بتاعي، بحيث ان هو حتى لو هو ستريس ما يبقاش حاسس ان تشغيل الجهاز يبقى فيه افورت، يبقى عارف ان تشغيل الجهاز ده حاجه بسيطه وما يبقاش فيه مشكله. ودايما الحقيقه لازم نكونسيدر worst كيس يوز انفايرمنت، يعني نحاول ان احنا دايما نفتكر حاجه يبقى مثلا فيها دوشه عاليه، يبقى فيها نور زياده، يبقى فيها مثلا ان في مثلا فايبريشنز، حاجات بالشكل ده كده، ان في بعض الاجهزه مثلا ممكن انها تتنقل مثلا في طيارة هليكوبتر مثلا، اوكي، فدي بتعمل فايبريشنز جامده جدا. فلازم نبقى احنا مصممين جهازنا بتاعنا على اسوأ الحالات، علشان بعد كده لما يتحط في اي يعني انفايرمنت يقدر ان هو يشتغل.